وللحديث عن التداعيات الاقتصادية في العراق مع انخفاض أسعار النفط ومع وباء كورونا، تنضم إلينا الدكتورة هدى فالح الكبيسي الأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية. مرحبا بك معنا دكتورة. برأيك كيف يؤثر الفساد الحكومي وشحة الموارد المالية بسبب انخفاض أسعار النفط على الخطط الصحية الحكومية في التصدي لوباء كورونا؟ مساء الخير عليك وعلى السادة المشاهدين. في الحقيقة يعني مثل ما تفضلت حضرتك انه شحة الموارد وكيفية توزيعها او كيفية التركيز في هذا الوقت الحرج الذي نحن به والعالم اجمع بما يمر من ظروف صحية وبائية لم تكن على البال، يعني كان يجب أن تكون عملية الإدارة أكيد في العراق غير ما هو موجود الآن عليه، ولكن يعني كما ذكرتم في تقريركم هنالك سوء إدارة مالية من قبل الدولة، وبالتالي أصبحت الموازنة والوضع الاقتصادي ككل ساريا نحو الإفلاس. وأيضا يعني الوضع الصحي هذا هو جزء من الوضع العام ككل للعراق، ما بين كما ذكرتم أيضا انخفاض أسعار النفط، ما بين الكورونا وإلى آخره الوباء، يعني هي هاي العوامل كلها مجتمعة معا أدت إلى حدوث مشاكل اقتصادية ما كنا وما كان يتوقعه صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، كله في تقاريره الدولية في 2019 من أرقام تماما نحن الآن في أرقام تختلف كليا عن 2020، يعني في هذا الوقت، يعني بمعنى كان هنالك توقع أنه نمو اقتصادي حوالي 2 إلى 2.5%، الآن سيكون النمو الاقتصادي سالبا، هذا جانب. جانب آخر كان لدينا احتياطات أجنبية كما ذكرها صندوق النقد الدولي في 2019، هذه اختفت في 2020. كان لدينا أيضا توازن خلينا نقول مالي بال 2018، لكن بال 2019 ساء الوضع، وبال 2020 نتيجة لعدم وضوح الموازنة ولعدم اتخاذ القرارات الصحيحة أصبح لدينا مشكلة، هو أساسا لدينا هنالك حساب جاري يتميز بالسالب، فكيف لنا في ظل هذه الأوضاع، هذه الأوضاع اللي كانت محسوبة دون الوباء، لدينا الآن وضع جديد ويجب أن ننظر إلى ما جاء فيه التقرير الجديد اللي يخص العراق ويخص الناتج المحلي الإجمالي. نعم دكتور هدى، يعني بالحديث عن الوضع الجديد يعني ومع استمرار حظر التجوال الذي تفرضه الحكومة بسبب وباء كورونا، يعني الحكومة فرضت حظر التجوال دون توفير المستلزمات للعوائل الفقيرة في العراق، ومعروف بأن العراق لديه معدلات مرتفعة بالفقر. برأيك ما هي الحلول الناجعة التي يمكن أن تتخذ في العراق لتفادي هذه الأزمة؟ نعم صحيح، يعني لو نظرنا إلى ما موجود، يعني هنالك تقرير جديد عن ما يخص العدد المحتاجين في العراق، يعني أكثر من 4 ملايين هم بحاجة إلى مساعدة، وهنالك بحاجة إلى مساعدة بشكل عام، وهنالك مليون، رقم تماما 1,770,000 شخص هم بحاجة ماسة إلى مساعدات، يشكلون هؤلاء 29% من مجمل سكان العراق. يعني هي الدولة إذا أساسا هي لم تنظر إلى هذه الأرقام اللي هي ظهرت أيضا في آذار 2020، ولكن الدولة لم تفكر في 2019 بموجودية هؤلاء، هؤلاء موجودين أو هم بحاجة إلى مساعدة ولكن ازداد عددهم في 2020، لم تفكر ولم تجد لهم حلا، وبالتالي نحن مرتبطين بمشاكل أخرى اللي هو أيضا مشكلة التقرير الأخير الذي ظهر، هو الذي يصنف التصنيف الائتماني للعراق بي سالب، هذا أساء كثيرا إلى الوضع الاقتصادي للعراق، وبالتالي أساء لوضع حتى الناس المحتاجين الذي ممكن أن نقدم لهم مساعدة. كيف؟ بمعنى أنه عندما تظهر النتائج بسالب دلالة على أن هذا البلد لا يستطيع أن إيفاء بكافة الالتزامات، حتى لو أقرض سوف لن يستطيع أن يوفي بالالتزام، وبالتالي لذلك صندوق نقد الدولي ابتعد عن
أقراضنا. إذا كيف يعني في هذه النقطة بالتحديد دكتور هداب؟ نعم. يعني هناك حديث بأن العراق ربما يلجأ إلى يعني أخذ قروض من البنك الدولي أو من دول أخرى. ما هي المخاطر الاقتصادية في هذه الخطوة من ناحية أنه إذا لجأ وهو عليه ديون كثيرة كما هو معروف؟ نعم صحيح. يعني خلينا نفكر بالشكل التالي. احنا نسبة يعني خلينا نقول نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي كان المتوقع في 2019 54%. هذا 54%، يعني معناته انت نصف اللي انت يعني نصف الناتج اللي انت تملكه هو يجب ان يروح الى المديونيه. الان ستاندردز اند بورز ظهر تقريره الاخير قبل اسبوعين، وضع رقم جديد الى ان نسبه الدين الى الناتج المحلي الاجمالي في العراق 76% في 2020، يعني انت ثلاث ارباعها عندك، ثلاث ارباع الرقم او الناتج الذي تحصل عليه هو يذهب الى المديونيه. بهيك حاله بهذا الشكل يعني اقتصاديا علميا لا يسمح بأن يقدم قرض لمثل هذه الدول، وبالتالي يعني حتى لو تم التفكير لسبب أو لآخر، ولذلك كل ما قدم العراق مطالبة بأنه تقدم له المساعدة من صندوق النقد أو البنك الدولي فكان هنالك رفض لهذه الأسباب. 76% دلالة، هذه نسبة جدا كبيرة، دلالة على أنه البلد لا يمتلك سيولة نقدية، لا يستطيع أن يسيطر على موارده، وبالتالي من هنا جاءت شحة الموارد وعدم إمكانية مساعدة المحتاجين وكل هذه الظروف الاقتصادية التي يمر بها البلد. نعم. نعم دكتورة هدى فالح الكبيسي الأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية كنت معنا من عمان، شكرا جزيلا لك.